خلاص والله غزانة ما شاء الله، ماما علمتنا كل حاجة، ما حاجتنا لأي حاجة، السمنة العادية في السوبر ماركت مش البلد. وزهت ينقلب بلد الجبال، كيلو سمنة من السوبر ماركت نص ربع زي ما تحب اللي انت عاوزاه، كيلو 2 كيلو 3 كيلو اللي تحبيه. وترى عاملاها ما شاء الله، تحطها على النار السمنة في حلة واسعة، وتجيبي لبن شوية، نص كيلو لبن ربع كيلو لبن، وتحطيه تقلبي بقى، ينزل في القاع بعد ما تسيح هيعمل رغاوي وينزل في القاع، يبقى اللي يدي لون بني فاتح، والسمنة تسيح وتسيح خالص، وتروح منزلها في حلة تانية، أو في اللي تحطيه في دورق زي ما تحب، وبرطمان إزاز ما تبرد، تبرد شوية تنزلها عشان ما تروحش إيه تجمد إن شاء الله. وتقعدي تحط على السمنة لبن عشان طعمها يبقى جميل، وطعمها يتغير وتبقى طعمها زبدة بلد ما شاء الله. الله الله الله. وتحط بقى عليها ملح، وتحط على اللبن، على اللبن ملح، وتحط على اللبن المرت، وتقلبهم في بعض، يبقى ايه ما شاء الله، مش هكذا ما شاء الله. الله الله. ماما علمتني كل حاجة، ما حوجتني لأي حاجة يا بابا ما شاء الله. الله الله الله. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الله الله. السلام عليكم يا ماما.